السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا بيكم معانا النهاردة في فيديو جديد. النهاردة معانا أداة مميزة جدا جدا خاصة بمعالجات الـ MTK. النهاردة الأداة بتاعتنا فيها شوية مميزات جديدة أول مرة هنلاقيهم في أداة مجانية، وهنشوف كل المميزات مع بعض. فيلا بينا على طول نبدأ الشرح، وياريت قبل ما نبدأ الشرح تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا زرار الجرس. يلا بينا. اهلا بيكم معانا النهارده مره تانيه، والنهارده معانا اداه خاصه بمعالجات الـ MTK. الاداه فيها اكتر من ميزه كده جديده، علشان كده شرحناها النهارده. اول حاجه طبعا هتبدا تحمل الاداه من الرابط اللي تحت الفيديو، بعدها هيظهر معاك ملف مضغوط بالشكل ده. كل اللي هتعمله انك هتبدا تفك الضغط عن الملف بالشكل الطبيعي اللي متعودين عليه، وهنستنى ثواني كده لما تنتهي الأداة من فك الضغط وعشان يخرج لي الملف السيت أب الخاص بالأداة، ونبدأ نتعرف على الأداة مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين كده تم الانتهاء من فك الضغط عن الأداة. كل اللي بنعمله إن احنا هنفتح الفولدر ده كده مع بعض زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الأداة مش بتحتاج تثبيت ولا أي حاجة خالص. طبعا اي اداة هتلاقي فيها كلمة بايثون كده اعرف ان الاداة مش هتشتغل غير على ويندوز 8 و10 و11. طبعا معظم الادوات الجديدة كلها ما بتشتغلش الا على ويندوز 11 و10. اول حاجة طبعا هنروح على الايقونة الخاصة بالبرنامج ونبدأ نفتحها كمسؤول. طبعا قبل اي حاجة عايزين نعرف ان الاداة لسه تحت التطوير، يعني تم اضافة مميزات ولسه هيتم تفعيل مميزات اخرى. يعني مثلا هنا القائمة الخاصة بالـ MTK، القوائم اللي بعد دي كلها قريب، يعني زي ما انت شايف كده المطور بيقول لك لسه هتنزل. حبيت ترجع بتيجي على السهم الصغير ده وتبدأ تروح على أول قائمة اللي هي اتفعلت لعندي دلوقتي، وهنلاقي أول أيقونة معانا فيه. طبعا دي القائمة الوحيدة اللي اتفعلت دلوقتي على الأداة. أول حاجة طبعا هو كاتب لك هنا إن الأداة شغالة على 10 و11 فقط، يعني الأداة مش هتشتغل غير على ويندوز 10 وويندوز 11 فقط. تمام، أول حاجة هتلاقي عندك هنا التعريفات الخاصة علشان تشغل لك الأداة بصورة طبيعية بدون أي مشاكل، وده الخاص بالـ 64 بت نسخة الويندوز، ودي طبعا النسخة الـ 32 بت علشان الويندوز اللي هو 32. تعالوا مع بعض نتعرف على المميزات اللي موجودة في الأداة. تعالوا نروح للمميزات اللي موجودة في قائمة الـ MTK، وهنلاقي أول اتنين معانا هما إزالة الرمز بتاع الشاشة أو النمط أو أي حاجة أنت عاملها على رمز الشاشة بدون حذف البيانات، وطبعا هتقدر تحذف لك الرمز وتسيب لك البيانات. الحاجة التالتة اللي معانا بعد كده وهي فيكتوري ريسيت، عمل ضبط مصنع لأجهزة الـ MTK، وطبعا هسيب لكم في رابط الموضوع المعالجات اللي بتدعمها أداة انك تقدر تتعامل عليها وتقدر تشوف الاجهزة المدعومة على الاداة في الرابط اللي هتلاقيه تحت الفيديو. بعد كده هنروح لانلوك بوت لودر، ازالة او فك البوت لودر، وبعد كده تقدر تعمل ريموف للديمو لاجهزة فيفو، وبعد كده تقدر تعمل ريموف للديمو لاجهزة فيفو، وتقدر تعمل باك اب للامي، تاخد نسخة احتياطية من السيريال الموجودة على اجهزة الام تي كي، وتقدر تعمل طبعا الرستور وهنرجع لها في الاخر. بالنسبة لأجهزة هواوي تقدر تاخد نسخة احتياطية من ملفات الأيم الخاصة بالحماية وتاخد معلومات منها، ودي جميلة جدا. المميزات اللي بعد كده دي جديدة في أداة مجانية، هي بالنسبة لجهاز ريدمي 6A تقدر تعمل حذف لحساب شاومي طبعا على الواجهة 10. والميزة اللي بعد كده انك تقدر تعمل فيكس للسوفت وير الخاص بأوبو F7، طبعا ده اللي بيدي خطأ في الداونلود في السوفت وير. والميزة اللي بعد كده انك تقدر تعمل قراءة لملفات البوت. الميزة اللي بعد كده معانا هي فك حماية المعالج، والميزة دي مش هنستخدمها غير لو احنا بنفلش على برنامج خارجي، لكن كل العمليات اللي موجودة في الأداة هتقدر تقوم بيها بدون فك حماية المعالج. بعد كده طبعا ريموف FRB، ازالة الـ FRB، وبعد كده بالنسبة لأجهزة سامسونج عن طريق التست بوينت تقدر تعمل ازالة للـ FRB، وتقدر تعمل اعادة للبوت لودر، وتقدر تعمل ريموف للديمو لاجهزة اوبو، وتقدر تعمل ريستور للامي، يعني تقدر تاخد باك اب من الامي، نسخة من الامي، وتقدر تعمل اعادة للنسخة للجهاز.
بالنسبة لأجهزة هواوي تقدر تعمل كتابة لملف الحماية اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية في الميزة دي اتكلمنا فيها انك تقدر تاخد نسخة احتياطي، وهنا تقدر تنزل النسخة اللي انت خدتها. الميزة اللي بعد كده اللي اضافت معانا في الأداة هي إصلاح للبيس باند وطبعا باك أب للإيمي. وبالنسبة لأوبو اف 9 تقدر تعمل فيكس لملف السوفت وير الخاص بيه. والميزة اللي بعد كده انك تقدر تعمل ريستور لملف البوت، زي ما قلنا هنا تقدر تعمل قراءة لملف البوت، وهنا تقدر تعمل مسح او ريستور لملف البوت. الأداة جميلة جدا، الأداة طبعا لسه تحت التطوير، لكن بالنسبة للام تي كي هي تم إضافة مميزات جميلة جدا فيها هتقدر تفيدنا بشكل كبير جدا. بنحاول ننزل لكم كل الأدوات اللي ممكن يكون فيها ميزة جديدة، بحيث يكون بين إيدينا أدوات كتير جدا. الأداة اللي متشتغلش معانا هنلاقي واحدة واثنين وثلاثة وأربعة، بحيث نقدر نشتغل بشكل مجاني وبطريقة محترمة وبطريقة آمنة وبدون أي مشاكل. طبعا بكده النهاردة يكون الفيديو بتاعنا انتهى، وياريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.